إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. اذكر أيها الرسول ما كان من أمر مريم وأمها وابنها عيسى عليه الصلاة والسلام لترد بذلك على كل من ادعى بألوهية عيسى عليه الصلاة والسلام أو ببنوته لله سبحانه وتعالى. وتبدأ القصة بامرأة عمران وأم مريم وجدة عيسى عليه الصلاة والسلام، فلما تقدم بها العمر ولم تنجب وكانت من الله بمنزلة ومكان، وبينما هي في ظل شجرة أبصرت طائر يطعم فرخا صغيرا فاشتهت الولد واشتاقت نفسها للولد، فدعت ربها وقالت: اللهم لك علي، إن رزقتني ولدا أن أتصدق به على بيت المقدس فيكون من خدمته. فاستجاب الله لها وحملت بمريم، فلما تحقق الحمل ولم تكن تعلم أن الحمل أنثى نظرته أن يكون محررا خالصا للعبادة ولخدمة بيت المقدس، وقالت: يا رب إني جعلت لك ما في بطني خالصا لك لخدمة بيت المقدس، فتقبل مني هذا العمل المبارك. محررا من ماذا؟ من قيود الدنيا وأسرها وسجنها إلى حرية عبادة الله وخدمة الله سبحانه وتعالى وهو الغني عن العالمين. وتلك الآية الكريمة تشير إلى عبادتين: عبادة النذر وعبادة الدعاء بالقبول والإكرام بالقبول. وليس كل إنسان يكرم بالقبول، إنك أنت وحدك السميع لدعائي ولدعاء خلقك، العليم بنيتي وبنوايا سائر عبادك. إذ قالت امرأة عمران رب إن